ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد؟ وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟ الذكر الجماعي بدعة في الصلاة، هكذا التلبية الجماعية المقصودة، هم يرفعون الصوت جميعا ويأخذونه جميعا، يبدأون جميعا وينتهون جميعا، كما يفعل بعض الناس التلبية، بعض الناس الذكر، هذا لا أصل له. البدعة يعني عبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي يكبر من دون حاله إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه، هذا لا أصل له. كل واحد يكبر يذكر الله يلبي والحمد لله، أما يتفق على أن يرفع التلبية جميعا وأن ينهوها جميعا أو الذكر، هذا في العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، وهكذا قراءة يقرأون جميعا هكذا. أما إذا في التعليم تعليم الأطفال يقرأون جميعا حتى يتمرنوا ويتعلموا، هذا لا باب التعليم لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مما يثيره بعضهم أن الصوفية تستعمل كلمة تسمى بالحضرة، والحضرة يطلقها أهل التصوف على مجلس الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مر في المسجد على حلقتين، حلقة هي للذكر وحلقة للتعلم ولبحث الأمور العلمية، فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء على خير وهؤلاء على خير، وانضم إلى جلسة العلم لأنه بعث صلى الله عليه وآله وسلم معلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وأيما قوم جلسوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويقدسونه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ما هذا الجمال الذي يدعون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يفعل هذا من أولئك المعترضين؟ هذا نص في إقامة الحضرة، نص في إقامة الحضرة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من الذي يفعل ويتأمل ويتدبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقف عند صلوا وهي جمع، فينشئ مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة، فيخرج الآخر ويقول بدعة. لا يا أخي، هذه قد وردت في القرآن وأمرنا بها ونحن الآن ننفذها، وتنفيذ ما ورد في القرآن سيبقى إلى يوم الدين. والفرق بين البدعة والسنة أن السنة لها أصل في الدين، ولكن البدعة تخالف وتهدم أصل الدين، ونحن لا نعيش زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نعيش منهج النبي ومراد النبي وحياة النبي وليست زمن النبي. ولذلك لم يعترض أحد على المخترعات الحديثة، ولم يعترض أحد على أن جعل عمر التراويح 20 ركعة، ولم يعترض سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم
في حديث بلال حيث قال: سمعت خشخشة عليك قبلي في الجنة، فبما هذا؟ قال: لا أدري يا رسول الله. بلال لا يدري والنبي لا يدري، ولكن الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مقام بلال عنده من أنه كان كلما توضأ صلى ركعتين، الوضوء من الشريعة وصلاة ركعتين من الشريعة، والجمع بينهما حتى لو لم يأمره بها رسول الله يكون سنة حسنة. شخص يغالط ويقول: ولكن هنا رسول الله أقره بعد ماذا؟ بعدما رضي الله عنه. كذلك الرجل الذي دخل في الصلاة فرفع من الركوع فقال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، إلى آخر الدعاء، والنبي لا يعرف ماذا قال، ولكنه رأى 30 ملكا يبتدرها أيهم يصعد بها إلى السماء وهو في الصلاة وقبل الإقرار. وذلك أن هؤلاء لم يميزوا بين البدعة وبين السنة الحسنة. هذا هو شأن التصوف، شأن أهل العلم، شأن أهل الله، شأن أهل القلوب الضارعة، وليس شأن هؤلاء الذين